عايش. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع متابعي قناة يوميات أبو براء. فيديو اليوم راح نتكلموا عن سلالة للدجاج، ويسموها عندنا هنا في الجزائر سلالة دجاج الفلارة، بحيث يتميز هذا الدجاجة يكون لونها أبيض والبيض تاعها أحمر، وهي الدجاجة بيضة ما شاء الله. بالتجريب جربتها الدجاجة ما شاء الله، ولكن الديك تاعها اللون تاعها أحمر، ويقال أن هذه السلالة أن هي أم دجاجة حمراء إذا براون. ما عنديش معلومات كافية، فأرجو من كل شخص لديه معلومات يفيدنا وجزاكم الله خيرا. ولأن جربنا البيضة تاعها وفقسناه والنتيجة كانت خرج الفلوس لونه أبيض محمر شوي، هكا محمر شوي. أنا نستنى في النتيجة ومش عارفين كيفاش تكون النتيجة، هل يكون بياض مش بياض الله أعلم. المهم الدجاج لونه أبيض ما شاء الله، للتربية للبيض ما شاء الله ربي يبارك. والسرادق لونهم أحمر، شغل تقول لون رود، رود الأمريكي هذا الرود. ما شاء الله. أي واحد عنده معلومات، وكما تشوفوا هذا الفيديو يعني مربيهم عادي في الأرضية ما شاء الله ربي يبارك. لمدنا منهم البيض بكثرة ربي يبارك ما شاء الله، وكلوا ينتج والله أعلم. لاندا معلومة يفيدنا بارك الله فيكم. وبعد ما قمنا بجمع البيض المنقح للدجاج الفلارة حطيناه في الفقاسة، وخرج لنا هذا الجيل، هذا الفلوس كما تشوفوا هنا في الفيديو، هذا إنتاج اللي خرج لنا من الفلارة بعد ما جمعنا البيض. شوفوا احكموا كما قلت لكم، اللي عنده معلومات يفيدنا وجزاكم الله خيرا.